اهلا بكم في حلقة جديدة. لو عندك ملف او عندك كاركتر مش عارف تنزله يبقى تابع الفيديو النهاية. اهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هشرح ازاي تعطل الويندوز ديفندر. اول حاجة هنخش على السكيورتي اي دي، هتدوس على فيروس وتدوس على مانجر ستينج وهتدوس على اول واحدة تعملها اوف، تدوس يس وبس، انت كده تكون عطلت الويندوز ديفندر وكده تقدر تنزل اي كاركتر او اي ملف الويندوز ديفندر ما كانش راضي ينزله وبس. ده كان فيديو صغير كده، حبيت ان انا اشرح فيه ازاي تعطل الويندوز ديفندر. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك سبسكرايب شير وسلام. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.